بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، حضورنا الكريم على البركة أيها الإخوة، انطلقنا من جديد هناك مرضية هذا الميدان. نحييكم ونجدد لكم هذه التحية في هذا الانطلاق الجميل، هذا الانطلاق الموفق هنا من أرضية هذا الميدان، ونتمنى دائما التوفيق. التواصل مستمر، وشوطنا 19 شوط ما قبل الأخير. أعود إلى المركز الأول خصوص الإبكار، صدفة عبد الله بن مر بن حلوة الاجتبي. المركز الثاني محمد بن اشطيض بن عبيد بن قميش الاجتبي مع أحداث. المركز الثالث هناك شعار الحميري، ثلاث مراكز من الجانب الآخر ما شاء الله. أيضا بنتعرف سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري. المركز الرابع هناك نهب سالم بن سلطان بن محمد رواس الشبيه وتوشة. خامسا وعبد الله أحمد بن عبد الله محمد بن هلي. وفي المركز السادس أيضا أشوف في هذه اللحظات حربة علي بن مطر بن علي بن واس آل الشبي. وسابع المراكز وصلت بدايع ومحمد بن حمد بن ضبيب بن سليمان الشامسي. وفي المركز الثامن وجود في هذه اللحظات الشبابية مطر بن مبارك بن سيف آل الشبي. وتاسع المراكز هناك زاحم وسالم بن أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. وفي المركز العاشر لواحد وأحمد بن فايل بن سالم الزرعي. هكذا كانت نتيجتنا أيها الأخوة للمراكز، بعناها عليكم بالهو تمام. هكذا كان الوصف التفصيلي لهذه الانطلاقات وهذا الاحتراف الجميل على أرضية هذا الميدان ما شاء الله. عودة من جديد، عودة إلى غازي مطر مسعيد بن عبيد بن خليفة الحميري. بينما المركز الثاني بداية ومحمد حمد بن طبيب بن سليمان الشامسي. صدفة ثالثا عبد الله بن المر بن حلوة الشبي. وفي المركز الرابع زاحم وسالم بن أحمد بن سلطان برشيد السويدي. وفي المركز الخامس هناك حربة علي بن مطر بن علي بن واس الاجتبي. هكذا مستمعين الأعزاء كانت نتيجتنا. يلا يلا يا الحميري، يلا يا بن ضبيب، معودنا في كل أسبوع، في كل أسبوع معودنا متيمل دائما هنا مع هذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المميزة. يا سلام يا سلام. المركز الثاني أيضا وصلت غازي مطر بن سعيد بن عبيد الحميري. وصدفة ثالثا عبد الله بن مر بن حلوة الشبي. وفي المركز الرابع هناك 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 زاحم وسالم بن أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. رباعية جميلة، رباعية جميلة، والكل باحث، الكل باحث عن نقطة، الكل باحث عن اسم مميز. ولكن بن حلوة راعي هجوم، راعي هجوم، راعي هجوم مع صدفة عبد الله بن المر بن سعيد بن حلوة الاجتبي. اللحظات المميزة والجميلة الزاحم سالم بن أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. ولكن شوف غازي مطر بن سعيد بن حلوة، الله مطر بن سعيد الحميري، الله أول ندى للترحيب، أول ندى ما يبنى لها طاير. روح وياها يا سعيد، روح مع بالهلي، روح مع راشد بن سالم بن محمد بن سعيد بالهلي. أول ندى ما شاء الله أبدا ما يبنى لها طاير، تبارك الرحمن. هكذا أيها الإخوة كانت نتيجتنا، هالمراكز ضعناها عليكم بالهو تمام. هكذا كان الوصف التفصيلي لهذه الانطلاقات. ترحيب ترحيب ترحيبة المطر، ترحيبة المطر، مرحبا يقول لك ترحيبة المطر هنا بهذا الأداء المميز. يلا يا بن هلي، يلا يا بن هلي، بن هناك بن حلوة بن واس أيضا راعي دوشة حاضر الشعار اللي أيضا هناك العزرة حمد بن حمد بن غري بن راشد. هل اشتبي في اللحظات الجميلة، اللحظات المميزة، اللحظات الموفقة على أرضية هذا الميدان. صدفة لفتنا من غير ميعاد، صدفة لفت من غير ميعاد، ولكن ترحيب ترحيب العزرة من الجانب الآخر. حمد بن غريب بن راشد الاجتبي بن غريب بن غريب، أشهد أنه ما بغريب عليك هذا الموقع. المركز الثاني راشد بن سالم بدنا. المركز الثالث عبد الله المر بن حلو. المركز الرابع علي بن مطر بن علي بن واس دوشة. خامسا انتهينا والناموس أيها الأخوة للأخوة المشاركين على أرضية هذا الميدان. 4:35 بالوفاء والتمام، والسلام عليك يا ابن غريب على هذا الأداء الجميل، هذا الأداء المميز اللي قدمت العزرة حمد بن غريب بن راشد الاجتبي. تهانينا والناموس بهذا الأداء الجميل والموفق.